تعالى اقول لك، لو انت معكش غير 20 جنيه تجيب بيها ايه من ماك؟ ايوه، المكان اللي الطلبه كلها بتروح فيها علشان تذاكر. اللي هيحصل بقى النهارده اللي احنا هنروح ندخل على الكاشير بتاع ماك ونقول لها هاتي كل الحاجات اللي عندك اللي ب 20 جنيه. جبنا من عندها كل الحاجات دي، وكل الحاجات دي اقل من 20 جنيه. هو انا واحد من الناس اصلا ما كنتش متخيل ان كل ده ممكن اجيبه باقل من 20 جنيه او ب 20 جنيه في ماك اصلا. فكرت بقى مثلا ساندي وكوكيز وبس، لقيت ان في حاجات كتيره جدا جدا اقل من 20 جنيه وب 20 جنيه ودافعين اكتر من 215 جنيه. بس يعني الفيديو هيبقى فيه حاجات كتيره جدا جدا وحاجات متنوعه جدا جدا تجربها في ماك باقل من 20 جنيه. تعالوا بقى اقول لكم ايه الحاجات دي كلها اللي جبناها من عند ماك. كرواسون، باكيت الشوكولاته، شوت قهوه، ساندي، عندك باكيت بطاطس، وفي طبعا الكوكيز انا هنا نسيتها، هي هو لسه بيقول لي عليها الكوكيز. عندك الابل باي، تشيكن ماكدو، بيف برجر، وعندك ميد فور يو، ده مصنوع لك بقى. عندك التشيز برجر، وعندك كولا دبل تشيز برجر، وعندك اكس فراوله وساندي وصوص ماسترد، اي صوص بقى. فانا بتكلم هنا اصلا انت ممكن تجيب اي ساندي اصلا باي نوع انت عايزه، وممكن تجيب اي صوص من اللي انت عايزه. انا جبت واحد بس كعينه يعني، وانت بشوف الصوص اللي انت عايزه. ممكن كمان تحمل كمان الابلكيشن بتاعهم عشان بيبقى فيه جواه عروض كتيره جدا جدا ونقط كمان. يعني ممكن تشتري اي حاجه انت عايزها بتاخد عليها بوينت او نقطه، وتدخل وتشتري بيها بعد كده حاجات ببلاش. عايز اجرب ترند ان انا احط شوت القهوه على الساندي. ده الترند ده اصلا كان من زمان، وانا اخر واحد حرفيا عامله. لما اخده جيب بقى شوت القهوه بتاعنا نحطه على الساندي كده. هل انا كده بعك ولا انا لسه اشوف دلوقتي؟ انا حاسس لا بعك. اخويا الهبوده يلا، ما عرفتش احط شوت القهوه كله يعني، حطيت نصه بس. ولكن كطعم طعمه في الاول حلو، عارف انت هنا ساندي الايس كريم بس ايه بقهوه بقى ايه وشوكولاته. قهوه وشوكولاته، لان الساندي اصلا عليه شوكولاته فاهمني، مع شوت القهوه بقى ميكس كده حلو. ايس كريم قهوه جامد قوي، محتاج انت تجربه الحوار ده. تتاكل كده يا صاحبي. قوم نادي على الصعيدي وبناخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمت رجال. لازم تبقى عامل زي محمد، تخلص اكلك وترميه في الزباله زي محمد الشاطر. شاطر يا محمد. بص محمد شاطر ازاي. تشكيله الحاجات اللي اقل من 20 جنيه ماك كبيره جدا جدا، في منها البرجرات وفي منها الحاجات الحلوه والكوكيز والباتيه والكلام ده، حاجات كتيره جدا جدا. انا اصلا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اجيب كل الحاجات دي باقل من 20 جنيه. كده انا كده قلت لك تعمل ايه ب 20 جنيه في ماك. اي وقت معاك 20 جنيه ومش عارف تعمل بيها ايه، اتفرج على الفيديو وروح اختار اللي انت عايزه من ماك ب 20 جنيه بس. وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم. ما تنساش برضه تكتب لنا برضه تحت في كومنت حابب المطعم اللي جاي يكون ايه، ندخل برضه المطعم ده اللي انت هتقول عليه وندخل نقول له هات كل الحاجات اللي عندك اللي ب 20 جنيه. اكتبوا لنا تحت في كومنت ونكمل في السلسله دي. ودوس يا كوتش.